السلام عليكم، معكم نورة من قناة ديدي ستو نورة مع فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة ديال اليوم هو خبز النان الهندي، كيجي رائع بزاف لذيذ. مكونات بسيطة وكذلك طريقة تحضير، تبعوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير كيف ما كتشوفوا عندي هنا، عندي الدقيق الابيض 300 غرام، عندي خميرة الحلويات معلقة صغيرة، عندي 2 معالق كبار ديال ياغورت طبيعي، عندي شوية ديال الملحة، عندي معلقة ديال خميرة الخبز، عندي معلقة صغيرة ديال السكر، عندي شوية ديال الزعتر، وغادي ناخذ زيت الزيتون، غادي ناخذ منه 2 المعلقات. هادو هما المكونات اللي غادي نخدم بهم العجين ديالي. طريقة التحضير، كناخذ داك الدقيق كيف ما كتشوفوا، سواء كنعجنوا بيدي ولا كنديروا في العجانة، كنزيد عليه دوك المكونات كاملين، الملح، عندي ياغورت طبيعي هنايا 2 معالق كبار، عندي معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، معلقة ديال خميرة الخبز، شوية ديال الزعتر كنسب به كيبقى اختياري، عندي هنايا 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، كنخلط دوك العناصر كيف ما شفتوا مع بعضياتهم، ومن بعد كنزيد خميرة الحلويات اللي غادي ناخذ منها تقريبا معلقة صغيرة 3 غرام. كيف ما شفتوا غادي نعجن ديالي بالماء دافي كيف ما العجينة العادية، حتى غنجمعها وغادي ندلكها مزيان، كتبقى الكمية على حسابكم نتوما، تقدروا تضاعفوا الكمية كيف ما بغيتوا. كيف ما كتشوفوا العجين ديالي من بعد ما دلكتو ها هو كيفاش كيجي. غادي ناخذ واحد الإناء غادي ندهنو بزيت الزيتون، وغندهن العجين كذلك بزيت الزيتون، وغادي نغطي عليه نخليها ترتاح واحد شوية. بلا ما ترخفات كتر العجين ديالي عاد باش غادي نبدا نشكل فيها. كيف ما كتشوفوا من بعد ما ترخف العجين ديالي غادي ناخذ واحد شويه ديال الدقيق ونرشو في سطح العمل، وغادي نشكل واحد كويرات صغار، وكيبقى الحجم على حسابكم. كيف ما شفتوا معايا انا درتهم غير صغار، ماشي كبارين ماشي متوسطين، وكيبقى لكم الاختيار. كنشكلكم كيف ما شفتوا كويرات، كنقادهم كنجيب واحد الطبيسيل كنحطهم فيه حقاش غادي نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق اخرى، كنجمع العجين على هذا الشكل وكنحطهم. كاين اللي كيقدر يعمرهم حتى بالفخوماج من الداخل كيجيو زوينين، لكم الاختيار. كنجمع كيف ما هكا، هادي غادي نبسطها وغندير من الداخل ديالها فخوماج، اي نوع عندكم تقدروا ديروه، سواء مربع مثلت او الموزاريلا. انا خديت الجم المربع هو اللي متوفر عندي، درته في داخل العجين وجمعتها بحال هكا على هذه الطريقه. نفس الطريقه هاد الكره الثانيه، وكنجمع العجين ديالي، طريقه سهله وبسيطه. من بعد ما غنخليهم غنغطي عليهم واحد 5 دقائق، من بعد ما غادي يرتاحوا غنعاود رشيشه لسطح العمل، وغنجيب الكره الاولى كيف ما شفتوا معايا غنرشها بالدقيق حتى هي شويه، وغادي ندير بالمدلك. باش كيجي رقيق كيف ما شفتوا معايا كيبقى نتوما، انا درتها مدوره، تقدروا ديروها يا اما كيديروها مدوره يا اما كيديروها بشكل طولي. كيف ما شفتوا بحال هكا مخدومه مزيان ورقيقه. وغادي نحطها في واحد وغنحطها ترتاح،
غادي تخمر واحد شويه من بعد واحد شويه الوقت اللي غادي نسالي العجين ديالي عاد باش غادي نطيبهم. كنبسط العجينه في الاول بيدي ومن بعد كنزيد بالمدلك. الا بغيتو تخدموا غير بيديكم تقدروا تخدموها، المهم تكون بحال هكا ورقيقه ومقاده. كنبقى على هذه الطريقه حتى كنكملهم كاملين، من بعد كنحطهم في واحد المنديل وكنخليهم 5 دقائق ما كاملاش. غادي ناخذ واحد المقيله غنديرها تسخن، من بعد ما غادي تسخن مزيان غادي نحط العجين الاول ديالي. غادي نخليه حتى غادي تبدا دير العجين فقاعات ومن بعد غادي نقلبو كيف ما شفتوا، وغادي نحاول عليه باش ما تثقبش ليا ولا هذا، حقاش لا ثقبات ما غاديش تنفخ ليا. كنستمر على هذه الطريقه كيف ما شفتوا معايا وغير بشويه حتى كيتنفخ العجين ديالي على خاطرو. في الاول كنقدروا نديرو عافيه شويه زايده، من بعد كنقصوا العجين باش يطيب على خاطرو، نقصوا العافيه باش يطيب على خاطرو سمحوا لي. كنخليه واحد كيف ما شفتوا معايا، كيجي زوين بزاف وسهل في التحضير. الطريقه ديالو بحال وغنقولوا بحالو بحال البطبوط، كما كنقولوا لجنا بحال هكا كنقولوا بحال البطبوط. المهم ولكن كيجي رائع بزاف بزاف، سهل في التحضير ما كياخذش الوقت بزاف. غنزيدو ثانيه على نفس الطريقه كيف ما شفتوا، غير غادي تبدا تدير لنا دوك الفقاعات وغادي نقلبها. العافيه تكون متوسطه ما تكونش مجهده كيف ما شفتوا باش تطيب على خاطرها وتنفخ لينا. كيف ما شفتوا هاي الثانية، هي تنفخات لي مزيان كيف ما شفتوا. غادي نستمر على هاد الطريقة حتى غادي نكمل العجين ديالي كامل. كيف ما شفتوا ها هو العجين ديالي طاب، الخبز ديالي طاب، كيجي رائع بزاف بزاف كيف ما شفتوا. غادي ناخذ باش غادي نصوبو وغادي ندير ليه واحد الخلطه كتجي به رائعه بزاف. تما عندي شويه ديال المعدنوس، زدت عليه فص واحد ديال الثوم وزدت واحد تقريبا 2 معالق كبار ديال الزبده، كيبقى هذا الشيء على حسب الكميه اللي دايرين نتوما. كناخذ هذا وكيكون سخون وكندهن بين الوجه ديال الخبز كيف ما شفتوا معايا، كيجي رائع بزاف بزاف ملي كيكون سخون وكيعطي واحد النكهه جد رائعه. وبالنسبه للي ما يبغيش يدير الثومه تقدروا ديروا غير الزبده والمعدنوس، لكم الاختيار. كيف ما شفتوا معايا كيجي رائع بزاف بزاف، نتمنى الوصفه ديالي تعجبكم وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم. ها نتوما كيف ما شفتوا كيجي خفيف ولذيذ. نتمنى الوصفة ديالي اليوم تعجبكم وتشاركوها مع الأصدقاء ديالكم، واللي يدخل عندي أول مرة وما مشاركش في القناة يشارك معايا وفعل الجرس إلى عجبوا الأطباق ديالي. ما تنسونيش من اللايكات ومن التعليقات. خليتكم على خير وإلى فيديو قادم إن شاء الله.